قال يا رسول الله أوصي، قال لا تغضب. ثم كرر علي أوصي، قال لا تغضب لا تغضب، نسأل الله الحفظ والسلامة. كان أحد الأطباء يقول لشيخنا الشيخ عبد الرزاق الحبيب رحمه الله رضي الله عنه، قال له نصف الطب لا تغضب. جل الأمراض اليوم التي تعتري الرجال والنساء سببها الغضب. وين هذا صاحبك؟ امرأته شابة ما صارت يمكن 25 سنة، أول عملية وثاني عملية وثالث عملية. قلت لك أنت ما هذه مرضها التعصيب والغضب؟ قال لي والله هيك الدكتور. لا ما قلت له هذه مرضها التعصيب والغضب. قال لي والله الطبيب قالها هكذا. هذا قال أول عملية وثاني عملية ثالث. الله أكبر، الله الغضب، غضب، نسأل الله السلامة. بعض الناس يقول أنا هكذا خلق، ما في هكذا. ربنا قال قد أفلح من زكاها، تتزكى النفس تتروض. لكن بهائم الثيران عم يعلموني يروضون، وانت ابن آدم يقول أنا نفسي هيك، ما في هيك. لك اشتغل، لابد أن تصحب العلماء، تصحب أهل الحلم. وجدت نفسك بخيلا اصحب كريما. وين هذا صاحبك؟ الله يخلف عليه. في اليوم الأول أقرض رجلا $1,000 قرض، قرضة الله حسنة. في اليوم الثاني قال لي خلاص، قال له طلعت لوجه الله، ما بتقول إن المال خيرية المال في إخراجه، طيب ما بيرجع. قال له كم سامة؟ والله شيء طيب. تجد نفسك بخيلا، بسم الله تعال اصحب كريما، تتعلم منه الكرم. بعشرتك الكرامة تعد منهم، فلا تريان لغيرهم ألوفا. غضوب أنت أصحاب رجلا من أهل الحلم. لمضرب المثل عند العرب في الحلم من؟ الأحنف بن قيس. إقدام عمر في سماحة حاتم، إقدام عمر، عمر بن معد الكرب، نعم، كان مضرب مثل في الشجاع. إقدام عمر في سماحة حاتم، حاتم طي، مضرب مثل في الكرم. اسمع مني، المسبة حطها بجيبتك يا ولدي، لا تخليط، اسمع مني. شو شو عم نسوي؟ كان شيخنا الشيخ حامد وعم يدرس، واحد مسوي شو عم نعصي الله؟ انت عم تطقطق المسبة. اسمع علمك يا ولدي، علم الله يحن عليك. إقدام عمر في سماحة حاتم في حلم أحنف في ذكاء إياس. يدلون كلهم مضرب مثل، هذا في الشجاعة إقدام عمر، في سماحة حاتم هذا مضرب مثل في الجود والكرم، في حلم أحنف كان مضرب مثل في الحلم، في ذكاء إياس، إياس كان مضرب مثل في الذكاء. فقيل الأحنف ممن تعلمت الحلم؟ كان شيخنا الشيخ أديب الكلاس دائما يردد هذا، شيخنا الشيخ عبد الرزاق رحمه الله، قل ممن تعلمت الحلم؟ قال من المنقري. قال ما شأنه هذا المنقري الذي تعلمت من الحلم؟ قال كان، نسأل الله العافية، كان قاعدا محتبيا. كيف جلسة الاحتباء؟ أبرجين ما بيطلعوا إيدك، لا أنت ولا أنا ساوي، بدك واحد سمبتيك، عود لنشوف، انصب ركبتيك، هذا اسمه محتبي. أما واحد بدين ما بيدير ساعتين ما بيقوم. كان محتبيا هكذا، الاحتباء الجلسة على اليتين ونصب الركبتين وهكذا، هذا اسمه احتباء. قال كان محتبيا، فجيء له، نسأل الله العافية، نسأل الله العافية، بولده مذبوحا، وجيء بذابحه بقاتله وهو ابن عمه، ابن عمه هو اللي ذبحه. نظر إليه هكذا وقال وهذا سندك قد قتلته، هذا جناحك قد قطعته، هذا هذا. ثم قال اذهبوا وخذوا الدية لأمه، فأمه ليست من قبيلتنا. قال ولم يفك حبوته، أتم الجلسة هكذا ما فك حبوته. الله أكبر. شيخنا كان يحدثنا عن رجل، سأل الله العافية، وهو يمشي في الطريق مع ولده، جاء السيارة ودعست الولد، نعم مات الولد. الأب قال لسائق السيارة قال له اهرب قبل أن يأتي أبوه فلا تتخلص من شره. هربه، والأب هو حمل الولد وأخذه وعالجه وكفنه، سأل الله تعالى العافية. هذا صاحبنا من عقبة حدث عن أمه، كذلك حلم ودين. نعم ولدها دعسته السيارة أمام الباب، بيتهم مقابل المسجد عقبة هناك على الطريق العام،
دعزتوا سيارة، فقالوا لها ابنك الآن مدعوس. هنا ذهبت ولبست جلبابها وغطت رأسها وغطت وجهها وغطت 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 وغطت، ثم نزلت. نحن هذه نتغنى بهذه المسألة عن بعض السلف. نعم، بعض السلف امرأة أصيب ولدها يتغنون بها، فقالوا لها في هذا، قالت لأن رزئت بولدي، رزئت إيش معنى رزئت؟ أصبت رزق المصيبة، تدعو لهذا صاحبك قل اللهم ارزقه، اللهم ارزقه يعني يصيبه. قال لئن رزئت بولدي فلن أرزأ بحيائي، فلن أصاب بحيائي. الله يجملنا بمكارم الأخلاق، ببذل وحلم ساد في قومه الفتى. وكونك إياه عليك يسير، أنت شديد الغضب اصحب حليما، أنت بخيل اللهم قنا شح أنفسنا. نعم، اصحب الكرام، هذان ركنان للسيادة احفظهما. كل من طلب السيادة ما عنده هذا، ما اجتمع فيه هذا لن يسود الناس. والذي يريد سيادة الناس على غضبه وعلى بخله هذا حمار، هذا حمار. ما السيادة لها ركنان، بذل كن كريما وحلم. أما أنت غضوب تقتل الناس وبخيل تمص دماءهم، بدك سيادة؟ لعنات الأمم فوق رأسك إلى يوم الدين، يلعنونك يا عكروت. الله يثبتنا ببذل وحلم ساد في قوم الفتى. فهموا هذا صاحبك عبد اللطيف وينه؟ نعم، له تعال. ببذل وحلم ساد في قومه الفتى. وكونك إياه عليك يسير، لك أمر يسير، تهذب النفس وهكذا تصحب تصير حليما، تعود نفسك على الكرم شيئا فشيئا، تصير عندك ركن السيادة. ببذل وحلم ساد في قومه الفتى وكونك إياه عليك يسير. بسم الله الرحمن الرحيم، يقول الإمام غزالي بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله الذي لا يتكل إلا على عفوه، الله أكبر. نعم، ورحمته، أو لا يتكل أحسن، إن الفعل مؤخر، الذي لا يتكل على عفوه ورحمته، لا يتكل إلا على عفوه ورحمته. الراجون، الراجون يتكل على عفوه ورحمته. نعم، سألك العفو والعافية، اللهم مغفرتك أوسع من ذنوبنا ورحمتك أرجع عندنا من أعمالنا. والعفو، الناس يسألون الله، الغفران شيء طيب، نعم، لكن العفو أعظم من الغفران. الغفر الستر، معصية سترة، لكن العفو ذهاب أثر، والعفو الأثر خلاص. ذلك أمنا السيدة عائشة، أمنا السيدة عائشة الصديقة بنت الصديق المبرأة، حبيبة رسول الله صلى الله عليه وسلم، رضي الله عنها وعن أبيها وعن نبيهما وأرضاها عنا، رضي الله تعالى عنها وأرضاها وعن نبيها آمين. وعن الصحابة أجمعين، واحد قال لي البارحة، قال لي والله أسر، والله أسر، أسر عندما تعظم السيدة، قلت هي أمنا، وأسر قال لي عندما تعظم الشيخ عبد الله سراج، حبيبي هذا من علماء الربانيين، قالوا أسر عندما تذكر الصديق والفاروق، لك هؤلاء سادتنا.